يقول ما رأي البابا في إنسان ضعيف الشخصية ويرجع هذا الضعف إلى الوداعة وعدم جرح شعور الآخرين أو يرجعه إلى نوع من الطيبة؟ لا، شوف يا حبيبي، الوداعة لا تمنع القوة. السيد المسيح كان وديعا وكان قوي الشخصية. هل تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب وفي نفس الوقت كان قوي الشخصية جدا؟ والقوة غير العنف. جايز إنسان يكون قوي، قوي في عقله، في حكمته، في تدبيره، في فهمه، في مواقف ياخدها تدل على قوة في الشخصية، لكن القوة مش معناها العنف. جايز يكون قوي ووديع.